أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في مبحث الشروط قد وصل إلى قول المصنف والبكاء. وهذا الحديث هو حديث مرتبط بالكلام السابق، وهو الكلام المرتبط بما يجب تجنبه بالنسبة إلى المصلي من الأمور التي تعتبر منافية للصلاة، وتقدم منها عدد من الأمور، وهي ترك الكلام وترك الفعل الكثير والسكوت الطويل. ولعله كان من الملفت أن بعض مما تقدم قد يكون الضابط فيه هو ما هو صورة الصلاة، أن الإنسان إذا قام بهذا الفعل أو إذا وقع في هذا الحال فإن الناظر إليه لا يراه متلبسا بحالة الصلاة. وربما لعله، وهذا ليس أمرا عاما، وربما كانت بعض الأمور التي يطلب تجنبها ليست مرتبطة بمحو صورة الصلاة مباشرة، وإنما هي منصوصة في الروايات على أن الإنسان يلزم أن لا يقع مثلاً بمثل هذه القضاء. وهذا الأمر الجديد الذي أشار إليه المصنف المقصود به هو البكاء الذي يكون مشتملاً على الصوت. ولذلك الشارح عندما أراد تفسير كلمة البكاء قال بالمد، لأنه يوجد عندنا بكاء بالمد وبكاء بالقصر، وذكر بأن هذا الذي يفسر بالمد هو الذي يكون مشتملا، يعني ما اشتمل منه على صوت. وهنا قد يقال أنه من الممكن أن يكون للبكاء صور متعددة، وهذه الصور يعني الصور المتعددة العرف قد يعد بعضها بكاء، وإن لم يكن جميع ما في هذه الصور مطلوبا اجتنابه، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، لأن البكاء كما يقال له درجات، بعض من درجات البكاء ربما يعتبر الإنسان معها وصل إلى حالة من الجزع، كما هو معلوم أنه في نفس الإنسان حالة البكاء هي حالة من حالات التعبير عما في النفس، لأن الإنسان قد يعبر عن يعني عن حزنه مثلا بمظاهر تخرج على وجهه أو على حركاته، وأحيانا يعبر عن ذلك ماذا؟ بالبكاء. والبكاء ربما يكون يعني مجرد خروج للدم، وربما يكون ماذا؟ ربما يكون مشتملا على الصوت، وهكذا. يعني القضية ماذا؟ القضية لها كما يقال لها مراتب، كما أن الإنسان عندما يرفع صوته أو مثلا ربما يضحك، ربما يكون ضحكه مجرد ابتسام، وربما يكون ضحكه ماذا؟ قهقهة، يعني الذي هو الضحك الذي يكون وصل إلى أعلى درجاته الذي يعبر عنه بالقهقه، كما سيرد أيضا يعني الحديث عنه أيضا. ولذا هنا عندما يعني حددت هذه القضية كأنه ماذا؟ كأنه يوجد عندنا مراتب في هذه المسألة. وهذه القضية أيضا وقع الكلام فيها سندان عملا بما ورد في هذه القضية من ناحية السند، واحتاج ذلك ماذا؟ إلى جذب هذا السند، وثانيا من ناحية التشخيص، لأنه بالنتيجة لا يمكن القول
بأن مجرد وقوع الإنسان في مثلا في البكاء وحده موجب لماذا؟ موجب لبطلان الصلاة، لأنه قد يقال أن مثل هذه الأوضاع يمكن أن تمر على الإنسان الذي يعني يصاب بحالة خشوع تصل مثلا إلى حالة مشاهدة كما يقال عيانية، أو كأنه يرى مثلا مصيره وما شاكل ذلك، وربما ماذا؟ وربما يبكي خوفا، ربما يبكي مثلا اشتياقا إلى الجنة، وهكذا أمور كثيرة، وربما يبكي من ذنوبه، هذا الأمر قد يكون حاصلا. وبالنتيجة عندما يعني عندما يلاحظ الإنسان مثل هذه الروايات، لعله ماذا؟ لعله يمكن أن يميز بين كما يقال أفراد متعددة. هذه الأفراد المتعددة ربما يكون فيها ماذا؟ ربما يكون بعض الأفراد وإن كان مندرجا تحت العنوان العام للبكاء، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون مبطلا. فلعل مثل هذا الأمر، لعل مثل هذا الأمر إنما يكون يعني مذموما فيما إذا كان مقيدا. ولذلك المصنف أيضا عندما تحدث عن البكاء قيده بأنه بكاء من أجل الدنيا وليس من أجل شيء آخر، حتى يكون ذلك ماذا؟ حتى يكون ذلك كما يقال تشخيصا للبكاء من جهة، وتحديدا له باعتبار أن هناك كما يقال أفراد متعددة. هذه الأفراد المتعددة ليست جميعا ماذا؟ ليست جميعا داخلة تحت ما هو محظور فعله مثلا داخل الصلاة. لذلك قال الشارح: وهو ما اشتمل منه على صوت. هذا بيان لماذا للبكاء الذي يكون ماذا؟ الذي يكون موجبا لبطلان الصلاة، لا مجرد خروج الدامع. مجرد خروج الدامع ليس ماذا؟ ليس مجرد خروج الدم كافي في المقام، مع احتماله، لأنه من المحتمل أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان إذا بكى أن يكون أن يخرج دمعه، ليس ذلك أمرا يعني بعيدا. لأن البكاء هذا الذي هو المقصور كما يقولون، لأنه البكاء مقصورا، كأنما هناك تمييز بين الأمرين، باعتبار أن هذا هو مجرد خروج الدامع، وذاك الذي يكون مشتملا على الصوت. ثم هنا قضية أنه النصوص التي تحدثت عن حظر مثل هذا الفعل داخل الصلاة، ربما يعني يقف الإنسان أمامها حائرا في أن الذي قصد من هذه النصوص أو مما ورد في هذه القضية، وإن كان النص لعله قد يناقش أيضا في النصوص، وإن كان يعني لبعض الفقهاء عندهم ماذا طريق للجبر، إلا أنه في القضية ماذا؟ في القضية أيضا تشخيص لأصل الموضوع، أصل ما هو محظور في القضية، هل هو البكاء بالمد أو هو البكاء يعني بالقصر. فيقول: والشك هذا الذي هو ماذا؟ الذي هو يعتبر ماذا؟ يعتبر سببا آخر من أسباب ماذا؟ من أسباب خروج هذا النحو من البكاء من دائرة الحاضر، من دائرة المان. والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا، شك أنه هذا الوارد في النص مقصورا أو ممدودا، فهذان سببان يمكن أن يقول الإنسان إن مجرد خروج الدامع حتى مع احتماله مجرد البكاء الذي هو خروج الدمع مشمول لهذه الأدلة أو ليس مشمولا. ثم قال: وأصالة عدم المد، باعتبار أن هنا عندنا حالة من حالات التعارض بين الحالتين، وأصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة. هنا عندنا أصالتان متعارضتان، أصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة. نشك في أن هذا البكاء المطلوب اجتنابه ممدودا أو لا، فأقول الأصل
عدم كونه ممدودا، اصالته يرجع اليها، شك في هذه القضيه، فيقول معارض باصاله صحه الصلاه. وفي حاله مثل في حاله تعارض من هذا النوع يبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحه في هذه القضيه. فكانه ماذا؟ فكانه هذا المقدار يمكن ان يبنى معه ماذا؟ يمكن ان يبنى معه على ماذا؟ على الصح، باعتبار ماذا؟ باعتبار ان هناك شك في عروض المقتضي للبطلان، فيبقى ماذا؟ فيبقى البناء على الصحة بلا معارضة. قال: وإنما يشترك ترك البكاء للدنيا كذهاب مال وفقد محبوب وإن وقع على وجه قهري. هذا الأمر الذي حدد في يعني حدد في كلماتهم هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون على هذه الوجوه التي أشير إليها، الوجوه التي ترتبط ماذا؟ بالدنيا. هكذا الإنسان أحيانا ماذا؟ لعله هو لا يريد أن يبكي ولكنه يغلبه البكاء، هكذا يعني بعض الناس ربما يتذكر ماذا؟ يتذكر إنسان، ربما تحصل هذه الحالات مثلا عندما يكون إنسان مثلا جديد المصاب أو ما شابه، فربما أثناء الصلاة تخطر في باله مثلا بعض الأفكار المرتبطة مثلا بشخص فقده أو ما شابه، فكأنه ماذا؟ كأنه يعرض عليه البكاء، بكاء ماذا؟ بصورة ماذا؟ بصورة اضطرارية أو قهرية كما عبر عن ذلك. لذلك الشارح يقول: القضية ماذا؟ القضية إنما تشخص أو تحدد معالمها من خلال ما؟ من خلال أسبابها، والأسباب إنما إذا كانت أسبابا دنيوية فلعله ماذا؟ لعله يقال إن هذه الأسباب الدنيوية ليست ماذا؟ ليست عذرا حتى وإن وقع الإنسان في ظاهر الأمر ماذا؟ من يعني من حالة اضطرار. نعم هكذا. ولعله ماذا؟ ولعله للقضية ماذا؟ للقضية وجه للكلام، إلا وعلى كل حال هكذا حكم المشهور في هذه القضية. والمناقشة في السند الذي ورد في هذه المسألة ربما يساعد كما ورد ذلك، يساعد على جبر هذا الأمر ماذا؟ عمل المشهور كما أشير إلى ذلك، باعتبار أن بعض الفقهاء أشاروا إلى ضعف السند في هذه النص الوارد في النصوص الواردة في القضية، فأجيب ماذا؟ بعمل يعني الأصحاب بعمل المشهور بها. واحترز بها، قال هنا هذه يعني هذا التقييد، باعتبار أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يسأل أن هذه البكاء الذي هو للدنيا ما هو الهدف من تقييده بأنه للدنيا؟ يقول الشارح: واحترز بها عن الآخرة، باعتبار أن الإنسان يمكن أن يكون سبب بكائه الدنيا ويمكن أن يكون سبب بكائه ماذا؟ الآخرة. فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودرجات المبعدين عن رحمته من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. هنا ماذا؟ هنا قضية لعلها تكون، لأن الإنسان أحيانا عندما يبكي كما يقولون ربما يعني يفقد السيطرة على مشاعره، ربما هكذا. فإذا بكى ربما نطق بماذا؟ نطق بشيء على شكل ماذا؟ على شكل حروف. فالشارح يقول: ولو خرج منه في مثل هذه الحالة، يعني في هذه الحالة التي هي حالة لا ينظر إليها على أنها مبطلة ولا على أنها من المنافيات، فلو افترضنا بأن هذا الإنسان وهو في مثل هذه الحالة خرج منه حينئذ في تلبسه بهذا النحو من البكاء الذي هو ليس بممنوع، فإذا خرج منه حرفان
وقد سبق أن هناك حديثا قيل كما أشرنا كما أشاره الشارح إلى أن الفقهاء اتفقوا، والعجب مما وقع الاتفاق عليه كما أشار إلى أنهم ربما أحيانا ناقشوا في الحروف التي لها معنى وهي الحرف الواحد المفهم، ولم يناقشوا في الحرفين وإن لم يكونا موضوعين، يعني سواء كان رحمكم الله سواء كان موضوعين أو مهملين. وهناك قال العجب من مثل هذا الأمر. وطبعا لعله يشير في هذه القضية إلى ماذا؟ إلى مثل هذا يعني مثل هذا الأمر، وهو أنه لو خرج من ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف. ماذا سلف؟ باعتبار أنه البعض يقول مجرد الحرفين أيا كان، أي حرف أي حرفان صدر خلاص انتهى. باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني يعدان ماذا؟ يعدان كلامان وداخلان تحت ماذا؟ تحت عنوان ترك الكلام، والكلام ماذا؟ والكلام يعني المبطل أيضا كما لذلك قال. وطبعا الذي عليه لعله توجه الشارح ليس ماذا؟ ليس أن يكون مجرد أن يكون مجرد حرفين، وإنما لابد أن يكون حرفين موضوعين دون ماذا؟ دون المهملين. فكما سلف يقول الخلاف الذي وقع في هذه القضية ينقل إلى هذا المحال. فلو أنه كان يبكي بكاء مباحا مسموحا به، بل لعله كذا مطلوبا راجحا، ثم صدر منه أثناء هذا البكاء ماذا؟ حرفان. فماذا نقول له؟ يقع ماذا؟ يقع الخلاف الذي وقع هنا بعد، يبقى ماذا؟ تبقى القضية وفق المباني الذي يعود إليها. فإذا كان يعود لمن يرى أن الحروف مطلقا يعني إذا تعددت الحروف مطلقا مبطلون، فلا بد ماذا؟ فلا بد لا لأنه بكى بل لأنه صدر منه حرفان، بغض النظر عن كونهما موضوعين أو كونهما مهملين. وإن كان يعود لما يراه الشارح يبدو من كلام الشارح فإنه لا بد أن يكون الحرفان يعني موضوعين. ثم انتقل إلى الأمر الآخر المبطل، قال وترك القهقه. هذا أيضا مرتبط لعل كما أن للبكاء كذلك ماذا؟ كذلك يعني للضحك أيضا، كما يقال للضحك أيضا مراتي. قال وترك القهقه، والقهقه طبعا هو واضح. هسه إن كان البكاء ربما قد يقال هكذا، إن كان للبكاء أحيانا صيغة من صيغ يعني الارتباط بالصلاة، كما لو كان في الأفراد المباحة التي أشير إلى أنها راجحة، فإن القهقه وهو البكاء المشتمل على الصوت أمر ماذا؟ بعيد الارتباط بالصلاة، لأن الصلاة ربما ترتبط بحزن الإنسان على نفسه وعلى ما مضى مثلا من عمره وعلى ما سيراه في آخرته وعلى ما يرجوه في وهكذا. هذه قضايا يمكن أن تخطر في بال الإنسان حال صلاته، ولكنه وهذا الخطور يعبر عن نوع من الارتباط والخضوع القلبي ونوع من الارتباط بينه وبين الله. أما القهقه والضحك فمن البعيد جدا أن يجد الإنسان ماذا؟ أن يجد الإنسان رابطا بين الصلاة وبين ضحك الإنسان، فكأنه بينهما، وإن كان لعله بينهما من جهة أن لكل منهما أفراد متفاوتة من هذه الجهة، إلا أن ارتباط الحزن مثلا بالصلاة ممكن ماذا؟ ممكن في بعض الأفراد، إلا أنه بالنسبة إلى الضحك ماذا؟ بالنسبة يعني إلى الضحك من البعيد ماذا؟ من البعيد أن يكون يعني من الممكن ماذا؟ إيجاد حالة علقة بينه وبين حالة الصلاة، لأن حالة الصلاة ماذا؟
حالة من حالات الخشوع، والخشوع ماذا؟ والحضور القلبي والخشوع إنما يناسبه ماذا؟ إنما يناسبه إذا لم يكن الحزن الظاهر فلعله ماذا؟ فلعله السكون الظاهر، وليس ماذا؟ وليس البكاء، وليس عفوا الضحك. لذلك قال: وترك القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت. وهذا الأمر ماذا؟ وهذا الأمر كما يقال من الأمور المتفق عليه، ليس فيها كلام بين يعني الفقهاء. وإن كانت القهقهة في نفسها ليست من مبطلات جميع الأمور العبادية، إلا أنها في الصلاة ماذا؟ مبطلة. فإن الإنسان مثلا إذا كان يتوضأ ويريد أن يقهقه وهو يتوضأ ويضحك بهذه الطريقة، لا مانع من ذلك، لأنه لم يرد عندنا أن الأدلة دلت على عموم منع الضحك بمجرد أن يتلبس الإنسان ماذا؟ بأي عبادة. ولذلك ورد أن القهقهة ليست من مبطلات ولا من نواقض الوضوء، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت من نواقض الصلاة. ولكن هنا كما قلنا، كما أن للبكاء درجات، أيضا هنا ماذا؟ أيضا هنا لعله الإنسان الذي يرى مبتسمان يقول هذا يضحك، حتى لعله كلمة الابتسامة قليلة ماذا؟ قليلة التوارد على الألسن، الإنسان يقول يضحك أو لا يضحك، هاي كلمة الابتسامة ربما تكون ماذا؟ تكون في الأوصاف الداخل داخل الكلام. أما الإنسان عندما يقولون ينظر إلى إنسان يقول يضحك أو لا يضحك. وحتى مثل هذه الحالة قالوا إنها إحدى درجات الضحك. فالإنسان ماذا يكون؟ ماذا يكون ضاحكا إلا أن ضحكه ابتسام. وقد ورد ماذا؟ وقد ورد أن هذه من السنان، أن يعني الوارد عن المعصوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان ضحكه تبسمان. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الذي يليق ماذا؟ هذا هو الذي يليق بوقار الإنسان الذي يكون قدوة للآخرين. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ الإمام بعد ذلك يبين أنه لعله يخطر في البال أن كلمة الضحك إذا قيل بأنها من الأمور المحظورة، فلعل المكلف عندما ينظر إلى الضحك لا يفرق ماذا؟ لا يفرق بين درجاته، فيطبق عنوان الضحك على كل ماذا؟ على كل الدرجات، سواء كانت ابتسامًا أو كان ضحكًا ماذا؟ أو كان ضحكًا مشتملًا على صوت من معبر عنه ماذا؟ بالقهقه. فقال: أما التبسم، تبين أنه لكل كما يقال لكل درجة من درجات الضحك اسما خاصا، ولعل العرف يميز بينها، إلا أنه إذا جاء العنوان العام لعل الإنسان تختلط عليه ماذا؟ تختلط عليه الصور، فيأخذ ماذا؟ صورة مشتركة، وهي حالة ماذا؟ حالة الفرح التي تكون حالة مشتركة بين الإنسان الذي يضحك تبسمًا والذي يضحك ماذا؟ والذي يضحك قهقهة. قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. وهكذا. طبعًا هنا قد يقال الضحك الذي هو القهقهة، قال بعضهم كما أشار إلى ذلك أهل اللغة أن الضحك الممنوع في الصلاة هو الذي يعبر عنه بالقهقهة، والقهقهة أخذ فيها ماذا؟ أخذ فيها الاشتمال على الصوت، ولكن القهقهة أيضا درجات، لأنه قد يضحك الإنسان ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يرجع الصوت، يعني يأخذه ويعيد فيه ترديد الصوت في الحلق. فالقهقهة أيضا من الممكن أن تكون معها شدة وترجيع، إرجاع للصوت، ارتفاع شديد للصوت وترجيع للصوت. الآن لعله بعض الناس إذا ضحك
كما يقال يتلذذ في ضحكه، يعيده في يعني كما لو الإنسان ماذا، لو الإنسان مثلا غنى، الغناء يشتمل ماذا على إرجاع الصوت تلذذا مثلا به، وهكذا بالنسبة إلى الضحك. بعض أهل اللغة ماذا قالوا؟ قالوا بأن القهقهاء لا بد أن تكون مشتملة أولا على الشدة، هكذا قد ينقل عنه، وعلى الترجيع، ترجيع الصوت في الحلق. فلعله مثل هذا التحديد لو ثبت سيكون أيضا في القهقهة درجات، المشتملة على الصوت تارة تكون مشتملة على الترجيع وأخرى لا تكون مشتملة. فهل يمكن لنا ونحن نرى مثل هذا الأمر، هل يمكن لنا أن نشخص من خلال ذلك أنه ماذا؟ أنه لا يكفي مجرد القهقهة في إبطال الصلاة، يعني لا يكفي مجرد وقوع القهقهة في إبطال الصلاة، وإنما يحتاج الإنسان مع القهقهة ماذا؟ إلى أن يكون هناك ترجيع، وهو ترديد الصوت في الحال. قال الفقهاء بأن هذه القضية ليست شرطا. لماذا ليست شرطا؟ لأنه يعرف ذلك من خلال ماذا؟ من خلال المقابلة التي بينها وبين ماذا؟ وبين التبسم. فمن خلال المقابلة التي بينها وبين التبسم، حتى ولو قلنا يعني حتى وإن سلمنا أن القهقهة درجات، حتى وإن سلمنا، فإن هذا التسليم لا يعني أن تفسر النصوص الواردة في منع القهقهة بالقهقهة المشتملة على الترجيع. لماذا؟ لأنه بمقتضى مقابلتها للتبسم أن يكون هذا النص في مقام بيان ما هو الممنوع، ولما كان النص في مقام بيان الممنوع فلو كان للممنوع درجات لكان المقام يستلزم ماذا؟ تفصيل ذلك الممنوع. وأما وأن المقام كان فيه تفصيل في درجات البكاء أو في درجات الضحك، ولم يكن تفصيل في درجات القهقهة على بناء على تسليم وجودي مثل هذا يعني هذا الشرط، هذا الشرط المعتبر فيها، فهذا يعني ماذا؟ أن المقصود منها ماذا؟ مجرد ماذا؟ مجرد العنوان الذي ينطبق على ما نعرفه من القهقهة، وهو الضحك المشتمل على الصوت، وما تدعونه من عنوان للقهقهة، أو من فرد أعم، أو من فرد عفوا أشد في القيود، اللي هو القهقهة يعني الضحك المشتمل على الصوت مع الترجيع والشدة وما شاكل ذلك. لذلك قال وإن لم يكن فيه ترجيع، لأنه هذا بناء على ماذا؟ على ما ذكر في بعض الكلمات، من أن البعض ربما يرى أن القهقهة أمر تحديده أنه ضحك مشتمل على صوت مع ترجيع وشدة. فيقول الشارع الأمر ماذا؟ الأمر ليس معتبرا، هذا التحديد ليس معتبرا حتى وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة. قال ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما، باعتبار ماذا؟ هذان عنوان واضحان، البكاء والقهقهة. البكاء بمعنى بالمد، هناك إن كان هناك يعني تحديد من حيث اللفظ، هنا ماذا؟ هنا تحديد أيضا، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال العنوان، لأنه النصوص أوردت ماذا؟ أوردت هذا العنوان بخصوصه، فلم يتحدث الإمام المعصوم عن ماذا؟ عن الضحك مطلقا، وإنما حدد معنى الضحك الذي يكون ماذا؟ الذي يكون ممنوعا. فيقول ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما، يعني هذا الضحك الذي ورد في النصوص تفسيره يكفي فيها مسماه، بلا حاجة ماذا؟ بلا حاجة إلى زيادة الشروط التي لم يرد فيها ماذا؟ لم يرد فيها تفصيل في النصوص التي وردت في هذه القضية. فمن ثم أطلق، يعني باعتبار أن المصنف عندما تحدث عن القضية ماذا؟ أطلق الأمر، قال قهقهتون، لم يقل قهقهتون يعني أي مشتملة على الترجيع ماذا؟ والشدة. ثم باعتبار أنه هناك في البكاء ماذا قال؟
في البكاء. قال بأن الإنسان إذا اعتراه ماذا؟ اعتراه الحزن أو لا، أو داهمه الحزن، لأن الإنسان ذهنه ماذا؟ أحياناً يبتعد عن المكان الذي هو فيه أو عن الحال الذي هو فيه، فتداهمه بعض الخواطر فيصاب بحالة حزن قد يعبر عنها بأنها قهرية، فيبكي، ويبكي بكاء ماذا؟ بكاء ممنوعان، يعني بكاء بالمد، بكاء مشتملا على الصوت. قلنا هنا بأنه حتى وإن كان على وجه قهري، ماذا ما هو حكم الحال إذا كان ماذا؟ ما هو الحكم بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الضحك؟ هل يعني القهقهة القهرية كالبكاء القهري؟ هذا هو ما كان يريد في هذه العبارة. قال ولو وقعت على وجهين، مثل الإنسان أحيانا لعله في الصلاة ربما يرى مثلا شيئا وهو في الصلاة يلتفت إليه، لعله لا يمكن، لا أحد أن يقول مجرد أن يلتفت الإنسان إلى شيء أمامه ماذا موجب لبطلان صلاته. نعم هسه لعله حضوره ليس حضورا مقبولا، أو لعلها لا تكون في أعلى درجات القبول، إلا أنها تكون مسقطتان للواجب. فإذا رأى الإنسان ماذا شيئا أمامه ولم يتمالك نفسه فضحك، يعني ضحك ماذا؟ ضحك بالضحك الذي يعني حدد بأنه ممنوع، الذي هو يعني القهقهة. يقول ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه، يعني على وجه ماذا؟ قهريين كما عبر هنا. طبعا هو يتلاعب في يعني في الكلمات حتى لا يحصل ملل، يعني يستطيع أن يقول ماذا؟ يستطيع أن يقول على وجه قهريين، ولكنه ماذا يريد أن يبين أن هذا هو ذاك، ولكنه بالنتيجة ماذا يوجد هنا يعني كما يقال تفنن في العبارة حتى يكون ذلك ماذا؟ حتى يكون ذلك موجبا للالتفات للنص بصورة أكبر. قال ففيه وجهان، فيه وجهان، وجه هذا الوجه الذي ذهب إليه المصنف، وجه ماذا؟ بأنه حاله كحال البكاء، حاله كحال البكاء. إذا وقع البكاء على وجه قهريين فهو مبطل، إذا وقع الضحك أو القهقهة على وجه قهريين فهي مبطلة. نعم في هذه القضية لعله ماذا؟ لعله خالف بعض الفقهاء في المسألة، ولعل منهم ماذا؟ المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة، ولعله مستند مثل هذا الأمر ماذا؟ الروايات التي تحدثت في هذه القضية، هذه الروايات ربما ماذا؟ ربما تحدثت ماذا؟ تحدثت عن القضية بصورة عامة ولم تفصل، فإن لها عمومان، وهذا العموم ماذا؟ وهذا العموم حاسم في المقام، فإلقيه كما قال لعله المحقق في القضية، وهو أنه ربما يطبق هنا حديث الراب باعتبار أنه إذا كان عروض الضحك أو عروض القهقهة مما لا يمكن دفعه فهو ماذا؟ فهو كما يقال مرفوع بحديث الرفع، فأجاب بعض الفقهاء عن ذلك بأن حديث الرفع إنما يرفع المؤاخذة، والحديث هنا عن ماذا؟ عن الحكم الوضعي، فله وفرق بين الأمرين. إن شاء الله في الدرس القادم يأتي بيان قوله والتطبيق، وهو وضع عدى الراحتين على الأخرى رافعا بين ركبتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.